نبدأ أخبارنا المتنوعة من عند رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، أكد على جاهزية فريقه للظهور بشكل مشرف أمام الزمالك، وقال رئيس الهلال سعداء بالذهاب إلى قطر وافتتاح المنشأة العظيمة لوسيل وخوض المواجهة المهمة أمام شقيقنا الزمالك. وأضاف بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطل الدوري المصري الممتاز يلتقيان معا، وإن شاء الله تكون مباراة جميلة ونحقق فيها الفوز بإذن الله. وختم فهد بن نافل: نحن معتادون على المشاركة في أهم البطولات وتحقيقها وتمثيل المملكة على أكمل وجه، وهذا ما نسعى إليه دائما. أكد محمد الدعية حارس مرمى فريق الهلال السعودي السابق أنه يتمنى خروج مباراة الزمالك والهلال بشكل يليق باسم وتاريخ الكرة المصرية وكمان الكرة السعودية. وأكد الحارس الدولي إن المباراة بداية خير على ملعب لوسيل قائلا: مباراة الزمالك والهلال لن تكون سهلة على الطرفين، والفريقان لديهم لاعبين كبار وأقوياء، وسنشاهد مباراة قوية. زي ما حضراتكم شايفين كده كل التصاريح ان هي مباراة مهمة جدا 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 ومباراة قوية جدا جدا جدا. فدلوقتي هنروح تقرير ونشوف عن مباراة الهلال والزمالك، ولتعد بمثابة لقاء الأحلام بين فريقين بيضم نجوم كبار على مستوى القارتين إفريقيا. في مواجهة الهلال قمة كروية بالغة الصعوبة، قمة كروية ينتظرها العرب من الخليج إلى المحيط. غدا في ملعب لوسيل يقام الحدث الكبير، الزمالك بطل مصر في مواجهة الهلال بطل السعودية، كأس سوبر لوسيل، قمة يترقبها الملايين من عشاق الكرة الجميلة. الزمالك يخوض المباراة بحثاً عن ثالث ألقاب عام 2022 بعد التتويج أولاً بالكأس ثم الحصول على الدوري تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني. الزمالك يخوض المواجهة بتشكيلة قوية يملك العديد من العناصر الرابحة في صفوفه، بداية من حراسة المرمى حيث يتواجد محمد عواد، إلى الدفاع القوي بوجود حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمود حمد الونش ومحمد عبد الغني، بالجناحين الطائرين سيد نيمار يمينا وأحمد فتوح يسارا، وإمام عاشور ومحمد أشرف رؤى محوري ارتكاز، ومجموعة مميزة من نجوم الوسط الموهوبين مثل شيكابالا كابتن الفريق وأحمد سيد زيزو نجم الوسط وهداف الكرة المصرية الأول الآن، ويوسف أوباما صانع الألعاب والدينامو في الوسط، وسيف الجزيري هداف العرب ونجم منتخب تونس الأول، وآخرين مثل عبدالله جمعة ويوسف نبيه وسيف جعفر. ذخيرة كبيرة في حسابات المدير الفني فيريرا، الهلال في المقابل يخوض المباراة مكتمل العدد وبقوام كبير من المحترفين مثل إيجالو في الهجوم وكويلار وكاريلو وبيريرا وماريجا في الوسط، بخلاف نجوم المنتخب السعودي مثل ياسر الشهراني ومحمد كنو وسالم الدوسري والبليهي والمعيوف. وفي النهاية الجميع في انتظار 90 دقيقة زملكاوية خالصة يحسم فيها أبناء مدرسة الفن والهندسة أول ألقاب الموسم الجديد. ورجعنا لكم مرة تانية، يلا بينا نكمل أخبارنا المتنوعة. خاطب اتحاد الكرة المصري نظيره الأفريقي وأبدأ اعتراضه على إقامة مباراة الإياب بين الزمالك وإلكت سبورت التشادي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا ضمن الأجندة الدولية، وده بعد الأنباء اللي ترددت مؤخرا عن إقامة المباراة أحد أيام 23 و24 و25 سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي يتعارض مع معسكر المنتخب. وينوي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ضم 5 لاعبين على الأقل من الزمالك في معسكر المنتخب الوطني.